مش عارف راحت فين. بس كل ده بتدور على البطاقة، شكلها اتسرقت. هو يجوز اتجوز من غير بطاقة؟ لا يجوز، أي ما ينفعش. طب خلاص يبقى مفيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي، بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقة. لا لا محلولة البطاقة يا مولانا. أنت جبتها منين دي؟ من الأوضة طبعا. أنا قلت له قلت له هتلاقيه مخبي البطاقة تحت المخدة اللي على سرير نومه، زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاتة يا فرن وزواج. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. اول واحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنان، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتاتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. انظمك يا ناصح. لا انت ناصح ولا امين، ده انت زفت الدين. في كده انت جايب الوازون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في المود. اخرج اخرج من المود. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. ايه ده ابدا تاني بني؟ افصل عنه الاجهزه يا بودي. حاضر يا باشا بودي. يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدام الناس والله مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قبلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا لا بارك ما توقعش يا فارس. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى انت يا بودي. يلا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع حاضر يا فارس. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترى مش هذا الكرسي انت بتصور على نفسك. ما حضرتك انا تعبان بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للأزمات القلبية والجلطات. ده لما توصل لسه سبتر أكون أنا سبترت. هلا يا جد وسلامتك. أكون موت. أكذب. على فكرة أنا ممكن أسلي حضرتك. أكذب. جدو يا جدو يا أجمل جد تعالى نلعب ونسى الجد. الله. عجبتك؟ عجبتك؟ صوتك حلو أوي. سانكس جدو. اطلع بره. إيه؟ اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس. جدي الف سلام عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده؟ انا ده دكتور امجد. انا اللي حضرت العزا بتاعك او الفرح. طب معلش معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما اقدرش اسيبك لوحدك. ما اقدرش اسيبك مع الكيس بتاعتي. لأن حضرتك من ساعة ما مشيت من الفرح وهو في الحالة دي. يا أخي اعتبرها جلسة عائلية بيني وبين جدي. ممكن تتفضل؟ أنت أنا عايزك تسيبني. أنت كيس. أبوس إيدك سيب الكيس ده وأخرج بره. أبوس إيدك وأخرج بره. أنت يا جدو ده اطلع بره. اطلع بره فارس. أنا مش هسيبه، أنا هستناك بره. حاضر يا جدو. أنت اللي انت مجنون. ده مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جد. فارس فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي؟ يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله
أتمنى إنك تتجوز وأشيل عيالك على كتفي. ما أنت شفت يا جدي، شفت أصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم إيه؟ عايزني يعني أبقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. أنت فارس اللي مش عايز تتجوز عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش اللي ما قدرتش أعمله في حياتي أعمله بمماتي. يعني هتعمل إيه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافية؟ هزر 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 يا خفيف. لا بكرة تقعد مع المتر غلام لو بصيته بإيه؟ لا بصيته بإيه يا جدو؟ شو أقول لك؟ خليها لك مفاجأة. لازم أحرق دمك زي ما حرقت دمي. غريبة يا أخي، أنا ليه عشت العمر ده كله من غير ما أتبرى منك؟ كان لازم أتبرى منك. جدو جدو بلاش يا ظرف الحاجات دي. جدو أنا مملكش غير الفلوس اللي أنت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، منه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفضهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجأة؟ ايوه، قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصية معايا ومضاها بخط ايده وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي. بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هم الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ انا كنت بحبك قوي. لازم امشي واخلص من اللي انا فيه ده، أنا زهقت. مبروك يا فارس. مبروك على إيه؟ جدي رجع في كلامه، وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه إزاي بعد ما مات؟ أمال أنت جاي تبارك لي على إيه؟ يا أنا وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها؟ شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهرة ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهلة جدك يا سيدي، عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجاية في السكة. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئة ايه؟ مكافأة بسيطة كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين 5% بس من الفلوس اللي تاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم تريحت قلبي، اللي يبص في 5% عمره ما يضيع 95. مبروك علينا. بونسوار مادموزيل. طب والله انت صعبت عليا، بالذات لما مسيو فارس هرب منك كده وفضحك قدام الدنيا كلها. بس ولا يهمك، والله انت تستاهلي واحد احسن منه. ست كده لو كان يعني جخصه
محترم كده ومستني ترقيه. هي متاخره شويه بس هتيجي ان شاء الله يعني. انت شايفني كويس؟ اه شايفك. متاكد؟ اه والله. طب شايف دي؟ اه من جا انت قطعت منين؟ بقول لك ايه يالا؟ يلا عم مطبخوه، يلا يالا من هنا. طلع تستاهل ان هو يسيبك يجيب الجهل. رايح فين؟ يا عم هتلاقيها متعصبه بقى من المره اللي فاتت، مش هينفع. لا شد حيلك كده وجمد قلبك، اللي انت عملته فينا وفيها مش شويه. وجع ساعه ولا كل ساعه. لا يا عم. مساء الخير. اه اعرفكم ببعض. فارس. يارا. منوره الدنيا يا هاني. الحمد لله على السلامة. انت هتفضلي ساكتة كده كتير؟ والله يا أستاذة غلابة هو قال لي إن أنت اللي عايز تتكلم مش أنا، اتفضل. آه آه أنا. بصي بقول لك إيه؟ سيبك بقى من كل اللي فات. وتعالي بقى نتكلم في اللي جاي. اللي هو إيه اللي جاي؟ اللي جاي إننا نتجوز؟ ده سؤال؟ لا نتجوز. إيه المفاجأة دي؟ أنا اتفاجئت. تراني متفاجئة. طب ما احنا كنا هنتجوز وانت اللي هربت مني المرة اللي فاتت. ما انت عارفة ان انا كاره الجواز. نعم. لا كنت كاره الجواز يعني، ما كنتش اعرف ان انت قدري. طيب يا سيدي، وانا موافقة اكون قدرك السعيد الجميل بس على شرط. شرط؟ اه. شرط ايه ده؟ تتجوزني قدام كل الناس اللي شافوك وانت بتهرب مني المرة اللي فاتت. تمام؟ اشمعنى يعني؟ هو انت عايز تهزقني في ميدان وتتجوزني في حاره مع عيوب انا ولا حاجه؟ لا لا لا، وجهه نظر، عندك حق. حاضر. اتفقنا. اتفقنا.